مرحبا اهلا وسهلا فيكم سلام بالجميع في حلقه جديده من حلقاتنا لقاء خاص على كنار تي في صوت العرب من كندا. انا محدثكم جمال الشريف واليوم ببث لكم من العاصمه الكنديه اتوا في لقاء خاص مع سيده خاصه دخلت التاريخ من اوسع ابوابه. كاي فلسطينيه او كما يسموا شعب الجبارين تحدت كل شيء يحدث حولها واصرت الا ان تكون شخصيه متفوقه لها الكثير ويتحدث عنها العالم والاعلام. اليوم سنقابل اصغر طبيبه في العالم، تخرجت من الثانويه في عمر صغير، ثم دخلت والتحقت بكليه الطب، والان تدرس التخصص في الولايات المتحده الامريكيه. سنتحدث على هذه المسيره، ولكن الشيء المثير انها كانت وما زالت يمكن اصغر طبيبه في العالم تحقق كل هذه الانجازات عن عمر لا يتجاوز اعتقد نصف العشرينات من عمرها. رحبوا معي بالطبيبه اقبال، دكتوره اقبال محمود الاسعد. اهلا وسهلا فيك دكتوره. اهلا فيك وشكرا كثير على الاستضافه. حياك الله ويسعد صباحك ان شاء الله تكوني بخير. وصباحك وصباح جميع المستمعين اللي عم بيحضرونا. دكتوره انت فلسطينيه الاصل وزي اي فلسطيني ما ببدأ من يوم ميلاده ببدأ السؤال من سنه 1948 مضبوط لا <applause> نبدا من 48 جدك وجدتك من اي مدينه كانوا شو صار في موضوعهم وين طلعوا لانه هذا اكيد حياثر على مستقبلك وحياثر على القصه كلها تفضلي صح انا جدي الله يرحمه كان من مغار الخيط قضاء صفد كان عنده تجاره بين فلسطين وبين لبنان ف... وجدتي كمان الله يرحمها هي من لبنانيه وقت صارت الاحداث بال 48 تركوا فلسطين وهاجروا على لبنان فانتقلوا للعيش بلبنان ووالدي انا يعني خلق وربي بلبنان مثلي انا خلقت وعشت وربيت بلبنان. يعني انت تقريبا بتحكي عن حالك بنت لبنان كمان. اكيده اكيده انا <applause> كمان مش بس ستي لبنانيه كمان والدتي لبنانيه و يعني مثل الشكر الكبير اكيد للدوله الفلسطينيه وهي اكيد يعني دولتي و الرئيسية بس كمان ما في أنكر فضل لبنان علي البلد اللي أنا ترعرعت فيه وعشت فيه وصراحة الدولة ما أثرت معي خصوصا رؤساء التربية لأنه لو ما هم أعطوني الاستثناءات كرمال أقدر أقفي صفوف اللي هلأ بنحكي عنها ما كنت قادرة أنه أخلص بعمر صغير وأوصل للي أنا وصلت له هلأ صحيح دكتوره. يعني احنا انت جماعتي الخيرين لبنان وفلسطين فان شاء الله ربنا يعطيكي الف عافيه وخليلك كل حبايبك. سؤال يمكن محرج بعض الشيء تسال سيده عن عمرها وتاريخ ميلادها ولكن الموضوع كثير سنسيتيف لانك احنا بنحكي عن اصغر طبيبه فلازم نسالك هذا السؤال معلش. ما عندي مشكله ابدا انا خلاني بشهر شباط اه, 2 شباط 1993 <تلتصفيق> آه، فهلا انا آم خل يعني انا هلا دكتوره ميرسي تخصصي هو كهربة قلب الاطفال بيدياتريك <Pediatric> الكتروفيزيولوجيست <electrophysiologist> صار لي آم سنه آم بالضبط خالصه كل التدريب تبعي و... وهلا دكتوره بكليفلاند كلينك تشيلدرنز يعني عمرك الان 25 سنه ما شاء الله لا عمري هلا 29 29. خلصت كل شيء خلصت وقت الطب العام على عمر ال وبتعرف بين اختصاص الطب والاختصاص قلب الاطفال وبعدين كهربه قلب الاطفال عندك 8 سنين دراسه دراسه تخصص فانا خلصت على عمر 20 خلينا نجي لهذا الموضوع بالتفصيل خلينا نبدا من المدرسه دخلتي صف الاول كباقي الطلاب ولا دخلتي مبكر بسنه لا انا درست بسموها عنا روضه اولى روضه تانية على عمر دخلت على عمر ثلاثة سنين ونص على عمر الخمس سنين ونص كنت خالصة روضة تانية بس أنا أصغر وحدة بين إخواتي بالبيت فكانت لما الوالدي والوالدي يكونوا عم بدرسوا الإخواتي كنت عطول أنا حواليهم هيك مشاغبة شوي عم جرب ألقط وأدرس لحالي ف... وقتها بعمر السنتين ونص الوالد انتبه انه انا تعلمت العد يعني من واحد للعشره بالانجليزي وبالعربي لوحدي من دون ما هن يعلموني هي فمن وقتها هو بلش يعني ينتبه لي ويتابعني وساعتها على ثلاث سنين ونص دخلت روضه اولى بعدين روضه ثانيه تعلمت بمدرسه خاصه للاستاذ الله يرحمه محمد عمر عراجي كان وقتها هو صديق الوالد وبعمر الخمس سنين ونص لما خلصت الروضة تاني كان يجي المدير يطلعني على صف الخمس كرمال أقرأ لهم الدرس آه وكنت بعرف أقرأ جريدة بالعربي من دون يعني من دون أي مساعدة فمن وقت يعني العبقرية آه من الصغر هاي ايه فمن وقت الوالد حكى مع المدير وقال له انه يعني القدرات هي اكثر انه اكبر من انه نحطها بصف الاول خلينا نجربها بصف الثاني والمدير يعني سال ال يعني الاساتذه والمدرسات وهيك كلهم قالوا له يعني شي سوبر اكسلنت فحطوني بصف الثاني وصارت القصه هيك كل سنتين صرت اعملهم بسنه يعني انا درست ثاني رابع سادس بعدين تاسع بعدين عاشر بعدين 12 يعني السنوات الدراسه ال 12 انا عملتهم بسته والصف الدراسي اللي كنت اقف فيه خلص كان انه يروح ما ما ادرسه طيب آه، انت متى خلصت الـ 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 احنا بنحكي لها الثانويه العامه او الهاي سكول؟ يا yeah. خلصت كان عمري 12 سنه كانت بال 2005 12 سنه كان عمرك وهل تقبلت وزاره التعليم يعني شيء انت بلبنان بتحكي هذا صح؟, صح؟ مزبوط عندك بلبنان في مرحلتين الصف التاسع والصف ال الثاني عشر بالصف التاسع كل الطلاب اللي عم يدرسوا الصف التاسع بلبنان بجميع المحافظات لازم ياخدوا بنقول نحنا بنقله الامتحان الدولي آه بالضبط البريفية فوقتها أنا كنت بصف التاسع بس كنت بالدولة مسجلة بصف الرابع يعني كنت عم بدرس بصف التاسع بالمدرسة بس مسجلة بالدولة بصف الرابع بسبب صغر عمري فلما صرنا مت... يعني وصلنا لصف البريفي وكان لازم اخذ الامتحان الدولي كان بدي استثناء من وزير التربيه كرمال يخليني اقدم وقتها كان وزير التربيه نايب هلا عبد الرحيم مراد فوقتها رحنا لعنده وقابلناه وحكيت له قصتي وقال لي انا راح اسمح لك تقدمي لاني مامن بموهبتك وبتفوقك وقدمته مش الحال ووقتها نفس الشيء بشهر الـ بصف الثاني عشر اللي هو اخر سنه بالثانويه كمان نفس الشيء كنا بحاجه لاستثناء من وزير التربيه كرمال قدم الامتحان ووقتها كان وزير التربيه استاذ خالد اباني وقتها كمان نفس الشيء امن بموهبتي و وسمح لي انه اقدم. يعني انا من هون بدي اتخذ عبره صغيره جدا انه الصاحب او المسؤول اذا بهذا الاستثناء البسيط جعل منك انسانه تختلف في العالم وجعل من اسمك يعني قد يكون من الاسماء المشهوره في العالم بالموضوع اللي انت سويتيه ولكن لو كان هذا المسؤول زي ما بنحكي احنا بروكراتكس وكان معقد وما بده يمشي بروح القانون بده يمشي في القانون نفسه كان وقفك وانتهى الموضوع ولم تحدث اي مما حدث فبنشكرهم على ايمانهم فيك واحنا طبعا فخورين في اللي سويتي اذا اكيد انا معك 100% ويعني الحمد لله انا من وقت ما بلشت مثل ما بيقولوا طريقي ميسر ومسهل بس عندي اخلاق لي كمان كان بحاجه لاستثناء وقت السنه اللي هو قدم فيها يعني ما بخبرك كم كم مشوار الوالد اخذ على بيروت من اللي بقى على بيروت يعني كذا مره كرمال يجرب يقدم له الاستثناء قصته كانت شوي معرقله الحمد لله باخر الطريق مش الحال بس مثل ما قلت يعني لو ما لو وزاره التربيه وقتها آمنوا بموهبتي وسمحوا لي أكيد كنا يعني توقفنا وما وصلت للي أنا فيه أكيد طيب الآن خلصتي عن عمر 12 سنة شهادة البكالورة أو شهادة الثانوية العامة الهاي سكول بعدها كيف بدأ مشوار الطب؟ بعرف آه. أنك انتقلتي إلى قطر صح مزبوط أنا من وقتك تحبي يصير صير طبيبة و اجاني وقت منحة أه كثيرة، ما بدي اسمي عشان ما انسى حدا، أه بس أه وقت دعانا وزير التربية الأستاذ أه خالد أباني كان وقته هو وزير التربية السنة اللي أنا تخرجت، وكرمني عنده بالوزارة كوني أه تخرجت يعني على عمر صغير، وخبرته وقال لي إنه أنا راح أمن منحة من خلال قطر فاونديشن والسمو الشيخة آه آه موزه <applause> بن ثاني تاني هو بعث لها كتاب كوزير تربيه وحكى لها قصتي ولما وصلها الكتاب يعني هي ابدا ما ترددت والقبول اجى فورا آه فهاي هي القصه اللي وصلتني لقطر و وبعدين رحت بلشت بقطر آه تعلمت بوايلد كورنيال ميديكال كولج انا آه آه عملت سنتين هو البروجرام سنتين بري وبعدين بتقدم على الميديكال سكول واربع سنين ميديكال سكول ومش الحال طيب يعني انت بداتي او تغربتي عن عمر 12 سنه صح الموضوع مش سهل غيرك عمره 19 20 سنه يمكن جاي فكيف بدات كيف انت كنت تجلسي مع طلاب اكبر منك بست سبع سنين كيف التواصل معهم كيف العلاقه بينك وبين زملائك كانت ايه صراحة لهلا الموضوع بعده مش سهل يعني حتى لما تكبر الغربة ابدا مش سهلة وتكون بعيدة عن اهلك خصوصا نحن معروفين الفلسطينية واللبنانية كثير معلقين بعائلتنا والله يخلي عيل العالم كلها يعني الحمد لله عندي عائلة كبيرة انا و... ونحن كلنا قراب ما يعني آه ربيت ب... ببيت آه ببناية كبيرة وانه آه كل ربيت مع اولاد عمي وعمامي وهيك فكثير قريبين من بعض الل... انه من انا وصغيره كنت عم بربه مع مع تلاميذ اكبر من عمري يعني انا لما كنت بصف البكالوريا كان عمري 12 سنه واللي معي كان عمره 18 سنه اللي سهل الموضوع انه صحيح ال اذا بدك لاني ربيت مع مع طلاب اكبر من عمري طول حياتي صرت الماتوريتي ليفل تعليتي انه اكثر اكبر من اللي عمره 12 سنه هذا الشيء يعني سهل انه لما سافرت انا وصرت مع مع طلاب بالجامعه آه لما صاروا يتعاملوا معي وانه ندرس سوا يحكوا معي لاحظوا انه اوكي شكله صغير عمره صغير بس الماتشوريتي ليفل تعليته انه لا انه يعني نفس الليفل تاعيتهم فالحمد لله ما لقيت صعوبه من آه بهذا الشيء وكانت بالنسبه لهم برضو عادي انه هذه بنت عمرها 12 سنه وانا عمري 18 تواز اوكي هلا شوف بالمدرسه كانت عادي لانه كل طلاب المدرسه والاساتذه كانوا متعودين لانه انا كفيت بنفس المدرسه فكلهم كانوا هكي. عارفين القصه. بالجامعه شوي بالاول كان في منهم كانوا شايفين يعني سمعانين عني من التي في او الجرايد او هيك في منهم انه استغربوا بالاول بس قلت لك لما صار التعامل وصرنا انه ندرس سوا ونلتقي سوا وهيك حسوا انه لا ما في فرق مثلنا مثله ممتاز طيب المدرسين برضو كان استقبالهم نورمال للموضوع ايه قلت لك لما اي ثينك اللي بيسهل انه يعني إذا ما اطلعوا على شكلي أو على الـ 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 الريبورت تبعي بس سمعوني إيه بس <applause> سمعوني إنه عم بحكي أو شيء هيك ما ما حدا كان فيه آه يميز إنه إنه هالقد عمري أصغر من الطلاب اللي أنا آه اللي أنا معهم فهذا الشيء اللي خلى الكل إنه يتقبلوا طب دكتورة إقبال أنا بدي أكون صريح يعني آه، أوكي أنت عمرك 12 سنة خلصتي الثانوية مواد فيزكس ماث بس لما بندخل على الطب الموضوع شوي تقيل، فهل برضه كنت متفوقه في في الطب زيك زي ما كنت في في المدرسه ولا لا كان الموضوع اصعب؟ هلا آه... لا الحمد لله كنت متفوقه يعني كورنيل معروفه الستاندرز اللي نحن التست اللي كان لازم ناخذهم لتنقابل بكليه الطب معروفين هن نفسهم التست اللي بيعملوهم هون بامريكا فانه we follow the American system يعني مية بالمية um, إنه إنه لأني إنه خلصت وتخرجت ووصلت للي أنا فيه هي تستموني إنه لا إنه كنت متفوقة يعني ما في حي حدا عادي يقطع هاي السنين عرفت شو قصدي أو ينقبل بالميديكال سكول أو يقدر يخلص آه خلصت عمر 20 سنه صحيح في الميديكال اوكي الغربة كيف كانت بالنسبة لك في قطر؟ كنت لحالك ولا كان حدا معك برضه؟ آه كان ممنوع اسكن بالدورمز لوحدي لصار عمري 18 سنة آه لأنه ما حدا كان حيتحمل مسؤولية إنه حدا عمره 12 13 14 15 سنة فوقت الوالدة كانت معي آه سافرت معي على قطر وسكنت معي بس صار عمري 18 سنة هي رجعت على لبنان و... وأنا كفيت آخر سنتين لوحدي اها اها طيب الغربه كيف بالنسبه لك كانت انا عارف هلا انت لسه متغربه بس في البدايه بطفله عمرها 12 سنه تطلع تتغرب عن اخوانها و... يعني بتحب ولد صغير يلعب بده اكيد اكيد ما رح كذب عليك كانت صعبه ومثل ما عم اقول لك لهلا بعدها صعبه يعني ما فاكره انه بتفكر انه سنه بعد سنه او بس تكبر بتصير اسهل اكيد لا آآ آآ عندي بحسة كل ما سافر مثل كأنه اول سفره شوف الـ الـ لما يكون الواحد عنده دافع وعنده طموح وعنده هدف بحياته هذا الشيء طالما الواحد يكون مركز على هذا الشيء ويعرف خطواته انه انا المفروض اتبع هاي الخطوات لاقدر اوصل للهدف تبعي ساعتها كل الصعوبات بتهون بتضلها صعبه بس يعني انا على طول اكيد كان في ايام ولهلا في ايام صعبه كتير و وانه بتمنى ليش انه اكون قريبه مع اهلي وعيش معهم بس مثل ما بيقولوا اخر المطاف في هدف براسي وفي طموح انا بدي اوصل له ف كل ما ارجع أفكر بهذا الشيء هو اللي يخليني يقويني واقدر اني اكمل المشوار. طيب انت تخرجتي عن بالثانويه عن عمر 12 سنه ما بعرف اذا في طفل ثاني او شخص آخر تخرج بهذا العمر تخرجتي من كلية الطب عن عمر 20 سنة برضو كنت يمكن أصغر طبيبة في العالم حسب كل المعلومات اللي عندي فكيف كان شعورك أنك حطمتي أرقام قياسية مرتين وانت لسه ما ال العشرين هلا شوف هو شعور حلو يعني وخصوصا كأنا إنسانة طموحة يعني و... وهيك ال... يعني مثل بالبرسوناليتي تعليتي فانه لما لما اوصل لشيء هالقد مميز اكيد هذا الشيء بخليني بخليني انه انبسط اهم شيء وتذكر على طول البابا كان على طول اياها انه ما تخلي النجاح والاشياء اللي انت وصلتي لها تعمل منك انسانه مغروره آه لانه هذا هو الشيء اللي ممكن يعرقل مسيرتك وي ويوقف من نجاحاتك، فعلى طول هاي القصه كانت يعني مثل ان ذا باك اوف ماي مايند عرفت كيف؟ انه انه لا صحيح انا متفوقه وصحيح انه انا وصلت لاشياء انه انه غير بس هذا الشيء كان على طول يعني على طول براسي وعلى طول يعني انه لو شو لو شو ما وصلت انه ما ما اسمح لهذا الشيء يصير هل قابلت الشيخ موزة في التخرج او خلال الدراسه قابلت نهار التخرج لما يعني نحن كان عندنا اثنين تخرجين وايلد كورنيل وقطر فاونديشن لانه قطر فاونديشن عاملين education سيتي اللي هو نمبر اوف سكولز يعني جايبين من اليو إف وكل يعني الطلاب اللي تخرجوا هديك السنه مش بس كليه كليه الهندسه كليه الجورناليزم والارتس وهيك فوقت نهار التخرج قبلتها وهنتني هي وعم تقدم لي الشهاده تاعتي يا عيني طيب التخرج شيء جميل ويمكن كل واحد بده يدرس طب ويتخرج ومعظم الناس بقول لك انا بدي اروح اشتغل في بلدي سنه سنتين وبعدين اشوف الماركت وتعرف الاطباء بقول لك بدي اشوف شو بده يصير لكن انت اختلف في الموضوع معك حدثينا شو اللي صار بعد التخرج اللي صار بعد التخرج انه صراحه يعني انا اول ما فت عملت ميديكال سكول كان كل فكري انه خلص حخلص ميديكال سكول حصير مثل ما قالت طبيبه حارجع على لبنان لما تفوت على الميديكال سكول بتعرف شيء اسمه ريزيدنسي اللي هو بعدين لازم تنقل الاختصاص تبعك انه يعني تبعك تعمل اطفال جراحه انترنال uh, او يعني حسب الاختصاص اللي انت بدك اياه فانا وقتها قررت انه اعمل اختصاص اطفال ووقتها بكورنيل كانت يعني Uh, لانه اتس ان امريكان سيستم وقتها جينا عملنا روتيشنز هون بنيويورك و... وصارت ال it was the norm انه to apply for residency هون عرفت شو قصدي؟ ف وقتها قدمت انا لانه صراحه كانت نفس الشيء يعني كنت بدي اخذ يعني احسن اكسبيرينس عرفت؟ فوقتها قدمت عملت uh, pediatric residency هون بكليفاند كلينك تشيلدرنز، بعدين عملت chief year. وبالاول كنت مفكره انه بدي اعمل بس دكتوره اطفال، بس بعدين لما كمان نفس الشي تندمج وتصير تعرف اكثر عن ال, عن قررت انه اعمل pediatric cardiology اللي هو um, قلب دكتوره قلب اطفال وبعدين لما من نفس الشيء لما تغوص بالعلم اكثر واكثر وبالاختصاص اكثر واكثر تعرف على اشياء جديده وعلى اوبورتونيتيز جديده وقت انا حبيت اسم كهربة قلب الاطفال اللي هو بيدياتريك الكتروفيزيولوجي اللي هو على طول بتعمل اول شيء ثلاث سنين بيدياتريك كارديولوجي بعدين سنة بيدياتريك الكتروفيزيولوجي ف يعني لل بالاول كنت مفكره انه اربع يا ست سنين بقطر وحارجع بس قلت لك لما تغوص بمجال الطب في اوبورتيونيتيز كثيره و <applause> يعني اشياء انا كنت يعني اي واز فيري انترستد ان وفيري باشنت اباوت عرفت فكرمال هيك لا حبيت انه صحيح المشوار طويل وهيك بس كنت حابه اعمل اخر شيء شيء انا عن جد بحبه شيء عن جد انا بلاقي حالي فيه فوقت أنا عملت ثلاث سنين هون بـ Cleveland Clinic Children's اللي هو البيدياتريكس Pediatrics بعدين عملت Chief بريزيدنت um, سنين اللي هو You do a lot of um, administration or teaching um, uh, uh, things يعني وبعدين نفس الشيء نفس اللي بدك تقدم لتعمل اختصاص قلب الأطفال اللي هو It's also a very competitive process يعني قدمت والحمد لله يعني اجاني مقابلات كثيره واخر شيء قررت اني اروح على بوستن تشيلدرنز هوسبيتال اللي مع هارفرد uh, uh, طبعا عفوا دكتوره بس بوقفك uh, هون الاسماء اللي حكيتيها كليفلاند وبوستن تشيلدرن هوسبيتال اللي هي اسوشيتد زي ما حكيتي مع هارفرد تعتبر من افضل المستشفيات الجامعيه في صح. كل الولايات المتحدة يعني اللي ما بيعرفهم اتس نمبر مش حتى في العالم يمكن اتس نمبر 1 ان ذا وورد يعني انك تكوني انسايد جاست تو بوت ات ان يور ريزومي هذا يعني سمثينج بيج فبس عشان الناس اللي مش عارفه تفضل ايه. ايه. لا مزبوط وانا صراحة انا وقتها قلت لك يعني اجاني انترفيوز واوفرز بس انا اي تشوز بوستن تشيلدرنز لانه اتس نمبر 1 it's number 1 in pediatric electrophysiology, يعني they have the best team. وكنت يعني حابه إنه إذا بدي أعمل هاي التريننج to be trained at the best place in the US. فوقتها خلصت الأربع سنين ببوسطن وهلا رجعت على يعني I got hired by Cleveland Clinic Children's وصار لي سنه هون او كليفلاند uh, كلينيك uh, نفس الشيء هي معروفه اتس نمبر 1 بالمثل ما قلت بالادلت كارديولوجي بس حتى بالبيدياتريك كارديولوجي يعني هي السنه دي رانكت نمبر 6 يا ذير وان اوف ذا بيست اني وين نتمنى لك كل التوفيق في حياتك العمليه خلصت الدراسه الحمد لله ايوه واخيراً مع انه <applause> أيوة حتى يعني طول ما انت عم تشتغل وهيك الفيلد تبعنا كثير يعني كثير فيه اشياء جديده وهذا هو الشيء الحلو بالطب يعني انه انه ما مش بس خلص تخلص ايام الدراسه خلص الدرس يعني انا كل يوم بتعلم شيء جديد والاشياء اللي تعلمتها بهاي السنه كدكتوره يعني هلا بعد ما خلصت التدريب بقول يعني اكثر بكثير من الاشياء اللي تعلمتها بالاربع سنين اللي انا كنت عم عم بدرس فيها آه كرمك الرئيس اللبناني آه العماد مشير آه سليمان احكي لنا عن هذا التكريم متى كان؟ آه، هذا التكريم كان كاش، آه وقت خلصت الطب آه وقت بعمر ال سنه آه، وقت صراحه شعور كان كثير حلو وانا كنت كثير فخوره انه آه، تكرمت من رئيس الدوله اللبنانيه اللي هي بعتبرها بلدي الثاني آه، وقت اعطاني آه، وسام الارز واو هذا اعلى وسام في لبنان وكرمت و... وقتها كمان من دولة الرئيس استاذ نبيه بري وما بدنا ننسى اكيد فلسطين انا وقتها بعمر العشر سنين لما خلصت البريفي دعاني استاذ سلطان ابو العينين كان وقتها هو رئيس حركه فتح بيصور وكان وقتها الله يرحمه الرئيس ياسر ابو عرف ياسر عرفات لساته عايش ودعاني وكرمني وخلاني احكي معه على التليفون يا عيني للاسف ما ما صارت الفرصه انه نلتقي بس هاي وقتها كانت بالبريفي وقت ما خلصت الطب آم، كمان السفاره الفلسطينيه بلبنان آه، كرموني و... وتلقيت آه، اتصال كمان من آه، ما بدي انسى الاسماء آه، لا غش آه، 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 قول معي <applause> <applause> ايش آه، وظيفته <اسوضيف طوح>. <applause> رئيس حركه حماس آه عباس هني هنيه هني. هني. هنيه اوكي إيه. اسماعيل هنيه طيب آه يعني ما شاء الله تكريمات كثيره وجميله جدا طيب خلينا نحكي شويه عن الحياه العائليه معظم الاطباء بيضيعوا في المستشفيات وخلاص ما في حياه عائليه مم. انت هل قدرتي توازني هل تزوجتي ام ايش صار لا الحمد لله أنا مثل ما قلت الطب صعب وبياخذ وقت كتير وساعات و... طويلة بس آ... آ... قدرت أني أوفق بين الاثنين آ... آ... قلت لك العائلة بالنسبة لي كتير كتير مهمة يعني ويعني أنا إنسان كتير قريبة يعني من, من أهلي ومن عائلتي آ... أنا هلأ مخطوبة آ... لسه ما عملنا عرس بس آ... إيه ان شاء الله ان شاء الله بجمع بينكم بالخير والبركه والحلال ونشوف الذريه الصالحه انا كنت بدي اسال سؤال بس شكلي ما حقدر اساله هلا هل اللي هو اطفالك هل حملوا الدين ولا لا؟ ان شاء الله بحملوه ان شاء الله بحملوه بتشوفيهم من المتفوقين دائما دكتوره انا يعني في نهايه هذا اللقاء انا ما بدي اخلص اللقاء صراحه لكن الوقت يداهمنا بدي منك رسالة لشباب العالم خاصة الشباب في الوطن العربي اللي طبعا بسمع الكثير وبعرف انه الوضع في الوطن العربي سيء صحيح. الوضع الاقتصادي و... صحيح. وبلوم الكل وبلوم حاله وبلوم المجتمع بدي رسالة منك قد تنقذ شخص من اللي بدي يسمعنا آه. ال انا ما خلقت بتمي ملع الذهب ويعني انا جاي من مثل ما قلت نحن عائله فلسطينيه مهجرين بلبنان و أو يعني في فرص كثيره للاسف كلاجئين بلبنان ما نحن ما يعني ما ما فينا نستغلها يعني مثلا مثلا انا اذا بدي ارجع اشتغل كطبيبه بلبنان ما بحق لي اشتغل كطبيبه بلبنان وهذا هو واحد من الاسباب اللي هو انا قررت اني اشتغل هون بهاي الفتره بس رغم كل هذا الشيء وكنت عارفه هذا الشيء من من وقت ما خلصت البكالوريا رغم هذا الشيء وكل الصعوبات اللي مرقت فيها ما خليت هاي الاشياء تمنعني من انه انا اوصل لهدفي ولا طموحي فالرسالة اللي انا بوصلها للشباب انه اذا اذا في اذا عندك او عندك طموح اذا في هدف حابين توصلوا له ما في شيء يعني انا مثل ما بقولوا اكبر اكزامبل على هذا الشيء ما في شيء لا قوانين ولا حاله اجتماعيه ولا عدم وجود الفرص ممكن توقف بدرب الواحد آه, الإنسان لازم على طول يكون عنده طموح لازم يكون على طول عنده هدف وأهم شغلة إنه الواحد يمشي بالمسيرة اللي هو بحبها اللي هو passionate اباوت ات يعني الـ الـ ما تعمل دكتور لانه والدك دكتور ووالدك بده اياك تكون دكتور لانه بحياتك ما راح تكون ناجح اذا ما هي هاي هي الشغله اللي انت بتحبها حتلاقي الطريق صعب وحتلاقي الطريق مستحيل وحتلاقي انه الهدف صعوبات انه ما حتقدر تتخطاها فالرساله مثل ما بيقولوا انا ناتشا اللي بوجهها انه كونوا طموحين خلي يكون عندكم هدف رئيسي ومعين واشتغلوا ل باتجاه هذا الهدف آه وطالما لما يكون الواحد عن جد عنده هدف وعنده طموح ويشتغل على حاله فيه يوصل يب انا بدي اشكرك دكتوره كثير على اعطانا هذا ال... هذه الفرصه لمقابلتك بدي اشكر والديك وبدي اشكر كل من دعمك في طريقك سواء من صف ال البريسكول ون الى ان وصلت الى ما وصلت اليه لكل شخص امن فيكي وامن في شباب الوطن العربي لانه الشباب صراحه هم عماد المستقبل وهم المستقبل كامل ولازم نامن فيهم لانهم هم اللي حيغيروا الوضع الحالي اللي عم بيصير في وطننا العربي بتمنى لوالديك كل الخير ولخطيبك ان شاء الله لما تتزوج وتدعيني على بوست مش بعيده بديكي ان شاء الله ونتمنى لك كل الخير طبعا كان معنا لقاء خاص وجميل جدا مع الدكتوره اقبال اللي هي كانت او اصغر طبيبه في العالم من اصل طبعا هي من اصل فلسطيني تشرفنا فيها اليوم على كنار تي في شكرا لكم جميعا نراكم في حلقه قادمه تصبحون على خير شكرا لك